انا ممكن اشرح لي. واحنا في متابعين موضوع الكارثة بتاعت ضرب العدو الصهيوني لغزة، وفي ظل اللي احنا بنشوفه على الشاشة التلفزيون من موت الابرياء والاطفال وضرب المستشفيات والجريمة الشنعاء اللي بيرتكبها العدو الصهيوني في ضد اخواتنا واشقائنا في فلسطين، اذ باننا فوجئنا بخبر من الصين بيقول ان رئيس الصين بيعلن مبادلة ديون مصر. و ايه معنى الموضوع ده، او ايه معنى مبادلة الديون دي، وتأثيره ايه على الجنيه وعلى الدولار وعلى الصندوق؟ وللإعلان جه الإعلان ده جه دلوقتي وفي التوقيت دوت، وهل الحداية بتحدف كتاكيت زي المثل الشعبي ما بيقول؟ وليه الصين عملت الكلام ده، وإيه آثار اللي الإعلان ده أو الكلام دوت على الاقتصاد المصري في التوقيت ده، وعلى قيمة الجنيه وعلى موضوع الدولار، وإيه المطلوب يتعمل؟ تساؤلات كتيرة جدا محتاجين إن احنا نعرف إجابتها في إطار الثمن أو العشر دقايق بتاع مدة الفيديو بتاعنا. طبعا كلنا أو اللي منا متابع يعني مدركين حجم الدين المصري، وبالأخص الدين الخارجي المصري، واللي هو تقريبا بيتراوح ما بين 165 مليار دولار، وفي ديون مستحقة واجب سدادها خلال النص الثاني من هذا العام، والمفروض إن هي تسدد مصر يعني تسدد حوالي أكتر من 10 أو 11 مليار دولار. وفي عام 2024 المفروض إن مطلوب من مصر إنها تسدد أكتر من 24 25 مليار دولار، اللي هم أقساط قروض وفوائد قروض وشيء من هذا القبيل. ده غير طبعا إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل مع التطورات الموجودة في المنطقة. يبقى فيه التزامات مطلوب مننا ان احنا نسددها الفترة اللي جاية بالدولار، وطبعا الدولة مطلوب انها تجري بسرعة وتدور على موارد للدولار عشان توفي بالتزاماتها وتسدد الديون اللي مطلوب منها تسددها. وان احنا كان مفروض ان احنا بدل ما نجري نستلف كنا ندور على حلول ازاي نجيب المستثمر الاجنبي ان هو يستثمر عندنا، وبالتالي كنا يعني حلينا مشكلة الديون اللي عمالة تتراكم. من ان احنا لو كنا جبنا المستثمرين الاجانب دولت واستثمروا واشتغلوا عندنا كنا لقينا حل الموضوع، ايجاد العملة الصعبة واللي ما كانتش الديون تفاقمت بالطريقة دي، ولكن احنا كنا في فترات كنا مضطرين نعمل كده لأسباب يعني معينة، ونتيجة لكده تفاقمت الديون وتفاقمت القروض، وبقى في أزمة اقتصادية جامدة بالنسبة لينا في مصر، وترتب عليه برضو موضوع الجنيه اللي تدنى إلى أقصى درجة ممكنة نتيجة الظروف ديت ونتيجة التعويم ونتيجة حاجات كتير. ونظرا برضو لان احنا محتاجين نجري ورا الدولار علشان نشتري اللي احنا محتاجينه علشان نستورد او علشان نسدد ديون او اقساط قروض او فوائد، وكل ده خنق الجنيه المصري وزود من ازمات الجنيه المصري. عشان كده ايه هي تداعيات او اثر الاعلان اللي اعلنه الرئيس الصيني؟ احنا كنا اقترحنا قبل كده في كذا فيديو من فيديوهاتنا فكرة موضوع استبدال الديون. يعني مثلا انت حضرتك مديني مثلا ب10,000 جنيه، انا معيش فلوس، كل شوية تيجي تطالبني بيهم وتقول انا عايز ال10,000 جنيه، اقول لك والله معيش فلوس. طيب تقول لي طب نعمل ايه او ايه الحل ايه، اقول لك طب ايه ممكن نعمل حاجة. ايه هي؟ بدل حضرتك ما تاخد ال10,000 جنيه كل شويه تطالبني بيهم وانا مش هقدر اديهم لك دلوقتي، اقول لك اتفضل تعالى انا عندي كذا خده. وده بحسبه بسيطه جدا، مبادله حاجه عندي بحاجه مش عندي، وحسبه بسيطه، والاقتصاد اصلا يعني يعتبر مش معضله يعني.
وهنا بيتم استبدال الدين أو جزء منه أو معظمه بأشياء أو بأصول. وبالتالي أقول لك مثلا تعالى أنا عندي مثلا شقة في الدور الكذا تساوي 20,000، خدها واديني مثلا خد العشرة بتوعك واديني 10، يبقى أنت كده خدت الشقة مكان الدين اللي عليا، وكده يبقى استبدلنا الديون، وكده نبقى استبدلنا الدين بعقار، استبدلناه بشقة، استبدلناه بأي حاجة. نفس الأمر على المستوى الدولي، لأن الدول برضو مش مختلفة عننا، الدول بتستدين زينا وبتقترض زينا، وإن في آلية معينة معروفة على المستوى الدولي وهي آلية استبدال الديون. نيجي بقى نقول الديانة، يعني مثلا الصين مدينانا بحوالي من 7.5 لـ8 مليار دولار من حجم الديون اللي علينا كلها للناس اللي بره، وده مبلغ طبعا مش قليل. والصين على فكرة هي من أكبر الدائنين للدول النامية، وهي برضو أكبر الدائنين لإفريقيا بحوالي 700 مليار دولار، وأكبر الناس المدينين من الصين في أفريقيا نيجيريا وإثيوبيا، ده غير حوالي 6 7 دول في أفريقيا مدينين للصين. مصر طبعا من الدول اللي بتواجه تعثر في سداد ديونها ومشاكل في سداد ديونها، وبالتالي يعني ده اللي مسبب لنا ضغط، وبيخلي برضو صندوق النقد الدولي بيفرض شروطه علينا في موضوع الاقتراض. يبقى اذا احنا متفقين ان احنا مدينين بهذا المبلغ للصين. وبالنسبة للصين برضو تعتبر من الدول اللي هي يعني حتى وهي في ظل اللي حوالين منها وظل مثلا اي حاجة بتبقى مشغولة ليلا ونهارا بموضوع الاقتصاد والشغل والعمل الدؤوب، وده اللي مخليها يعني ناجحة في اقتصاديا وناجحة في مجالات كتير. وحاليا في اجتماعات بتجرى في الصين، وكان حاضرها رئيس الوزراء المصري، وكان من ضمن الموضوعات اللي طرحت ومصر في المفاوضات خلال الأشهر الماضية بأن هو بدل ما احنا نلتزم ان احنا ندور لكم على دولارات علشان نسدد ديونك يا صين، طيب ما تيجوا تعملوا عندنا مشروعات في مصر. هي طبعا الصين لو جت تعمل حاجة هنا مش هتيجي عشان سواد عيوننا، لا هي مصالح، وفي الأول وفي الآخر برضو بيعتبروه شغل، ولأن العلاقات الدولية لا تعرف إلا لغة المصالح. احنا مش عارفين نسد وما عندناش العملة وبنحاول ندبرها وضاغطين على الجنيه، فقلنا للصين يا صين احنا عاملين دلوقتي مشروع تخارج الدولة من مئات الشركات، فقلنا بحوالي 40 مليار دولار في مئات الشركات المملوكة للدولة واللي في الهيئات المعنية، ودي المفروض انها تطرح للقطاع الخاص، فاحنا عارضين على الخليجة وعارضين على الناس دي مين اللي عاوز يشتري. ودلوقتي من ضمن اللي احنا طرحناه على الصين وقلنا لهم ايه رأيكم بدل ما تدوروا او نقعد ندور لكم على 8 مليار ونضغط على الجنيه اكتر ونضغط على اقتصادنا ونعاني اكتر، تعالوا خدوا في الاصول، احنا طرحين اصول كذا وكذا وكذا، طرحين شركة كذا وطرحين كذا وكذا وكذا، وقلنا لهم تعالوا شوفوا خدوا ايه يعني، وعشان موضوع تبادل الدين ده. وبالتالي الصين استجابت لهذا الطلب، واعلن الرئيس الصيني على ان هيتم مبادلة الديون المصرية على الصين او الديون اللي على مصر للصين بمشروعات. لكن القضية هنا في ايه اللي ممكن تاخده الصين، يعني القضية في ايه اللي هتاخده الصين واثر اللي هتاخده الصين ايه. انا ليه بقول السؤال ده، لان تجربة الصين مع الدول الاخرى، الصين يا جماعة بتدور على الوصول الى الاصول الاستراتيجية، الصين بتدور على المواني، الصين بتركز على المناطق الحيوية، على المواني، المناطق اللي بتبقى فيها بحار وبتمر من عندها بحار عشان تخدم على خطة الحزام والطريق اللي هي كانت بدأتها، عشان كده تلاقي لهم شغل في العين السخنة ولهم شغل في منطقة قناة السويس. واحنا مش ضد ان هم يجوا يشتغلوا، الصين عينها على ايه؟ مش عينها مثلا على مصنع كذا اللي مش عارف في كفر كذا اللي في شرق الدلتا، عينها على المناطق الحيوية والمناطق اللي بتمر بالمواني والبحار علشان تخدم زي ما قلنا على خطة الحزام والطريق. واحنا زي ما بنقول وبنكرر، احنا مش ضد ان هم يجوا يشتغلوا ولا ضد الاستثمار الاجنبي، بس انت وشطارتك مع الاستثمار الاجنبي. الصين على فكرة بقت الصين بالاستثمار الاجنبي، واحنا شطارتنا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الصين زي ما هم عرفوا يتعاملوا مع الغرب، فالمفروض ان احنا نشغل دماغنا. هم دلوقتي عايزين يجوا يستثمروا اهلا وسهلا، لكن هيستثمروا في كل نشاط بقد ايه، حصتهم فيها قد ايه،
تأثيرهم الاستراتيجي هيكون ايه. الامور دي كلها يا جماعة لازم توضع في الاعتبار، لان خططهم يا جماعه هم قبل كده داينوا سريلانكا وخدوا الميناء ونفذوا على الميناء، ما سددتش خدنا الميناء وحطينا ايدينا على الميناء. وكذلك في اليونان برضو نفس الحال، فالصينيين يا جماعه مش بالسذاجه ولا الضوء اللي ممكن الواحد يتخيله. وبنقرر تاني، هم ما سادوش العالم الا لان عينهم دايما على الاماكن الاستراتيجيه. فاحنا واحنا بنتفاوض معاهم في استبدال الديون، طب مش هندفع لكم مثلا الـ8 مليار بس تعالوا خدوا، بس هياخدوا ايه؟ النقطة دي محتاجة تدرس قوي قوي قوي، بما يحقق مصلحتنا ويؤمن اوضاعنا الاقتصادية ومشروعاتنا. فاحنا وبكرر تاني واحنا بنتفاوض معاهم في استبدال الديون، مش هندفع لكم يا جماعة 8 مليار بس تعالوا خدوا، طيب هياخدوا ايه؟ النقطة دي محتاجة تدرس قوي قوي قوي، بما يحقق مصلحتنا ويؤمن اوضاعنا الاستراتيجية ومشروعاتنا القومية، وفي نفس الوقت بما يؤمن برضو مصلحة الصين عشان نشجعهم عشان يجوا يستثمروا عندنا. طيب الخطوة دي بقى أثرها إيه؟ أثرها كويسة جدا، وشوف الكلام ده هيعمل إيه في سعر الجنيه خلال الأيام القادمة إلا إذا استمرت الأوضاع. الخطوة دي يا جماعة أثرها طيبة جدا، وزي ما قلنا شوف الكلام ده في سعر صرف الجنيه خلال الأيام القادمة إلا إذا استمرت الأوضاع لا قدر الله سلبية في المنطقة ككل، لكن في الآخر هي أثرها إيجابي. انا دلوقتي مش محتاج اجل عشان ادور على 8 مليار دولار عشان اسددهم للصين، واتمنى ان احنا نمشي بهذا المسار مع الديون الاخرى الا مع موضوع صندوق النقد الدولي ده، دي حكايه تانية خالص. لكن من حيث مبدا الخطوه دي تاثيرها كويس على الجنيه، وبالتالي بقيت مش محتاج ان انا اجري ورا الدولار وفي نفس الوقت اذل الجنيه علشان اضحي بالجنيه علشان تديني بقول لها تعالي يا صين مثلا خدي الحته دي، ولو هي خدت الحته دي انا مش محتاج ان انا ادور على الجنيه ولا على الدولار، وبالتالي ده ممكن يخلي الجنيه يتنفس شويه ويحسن تدريجيا الوضع، وضع الجنيه امام الدولار. ومن ثم ان احنا ده يخلينا واحنا قاعدين مع صندوق النقد في التفاوض على موضوع استكمال القرض ابو 3 مليار دولار، ويبدا الصندوق يتكلم عننا كويس، وزي ما انت شايف ان الصندوق خانقنا وبيجري ورانا في قضيه التعويم. طب انت يا صندوق النقد بتجري ليه في موضوع التعويم؟ لان في سعرين في سعرين لسعر صرف الجنيه والدولار. طب ده ليه؟ نتيجة ان المستوردين بيدوروا على عملة مش لاقيينها، ونتيجة ان الدولة وراها ديون عايزة تسددها، فكل واحد من وجهة نظره بيدور على الفلوس علشان يسدد اللي عليه وعلشان يسدد التزاماته بره، سواء في صورة ديون او في صورة فلوس او في صورة سلع. ولو نفع ونجح الموضوع ده الدولة مش هتضطر تبقى تجري عشان توفر الدولار، ولو نجح القصة دي. وده يخليني حتى زي ما قلنا من حيث المبدأ نخلي الجنيه يبدأ ياخد نفسه، والدولار المفروض يهدى شوية في السوق السوداء، والمفروض ان ده يخلينا كمان لما نقعد مع صندوق النقد الدولي نقعد واحنا بنتكلم بهدوء، عايزين نوازن شوية. طب الصين بتعمل الكلام ده ليه؟ زي ما قلنا، زي ما انت شايف الرئيس الروسي والرئيس الصيني كل واحد بيدور على قدم في المنطقة. والصين يا جماعة بتعمل الموضوع ده في بلدين دلوقتي، في مصر وفي باكستان. باكستان في وسط آسيا، أكبر وأكبر تعتبر باكستان أكبر مدين للصين، 62 مليار دولار. باكستان تعتبر أكبر مدين للصين، 62 مليار دولار، وبالتالي برضو هي متأثرة وبتعاني. طب هما بيتفاوض على سداد الديون معاها؟ أنا بعتقد إن قدرتنا على التفاوض معاهم أفضل، لان احنا زي مصلحتنا ان احنا نخفف الضغط على الجنيه وعلى اقتصادنا، هم من مصلحتهم برضه ان هم يتعاونوا معانا، لان احنا مصر موقعنا وقناه السويس والبحر الاحمر والبحر المتوسط، التاثير في المنطقه والوزن الاستراتيجي. اعتقد ان احنا مؤهلين ان احنا ندرس او نجلس على مائده الفوضات معاهم، وبالتالي ما نبقاش مضغوطين حتى ان احنا ندور، وان احنا لازم ننوع سله استثماراتنا ونشتغل بهذا المنطق مع الدائنين في روسيا او الدائنين في المانيا او غيرهم من الدائنين، وبالتالي نبدا نقلل الضغط على الجنيه، نبدا نتنفس شويه حتى، وبالتالي احنا مش عايزين برضو نبقى متعاديين للاستثمار الاجنبي. طالما تعاملنا بيبقى مع المستثمر ده يبقى تعامل ندي، ونامن مصالحنا ونجيبهم يستثمروا، بس نتعلم منهم ونستفيد منهم زي ما استفادت الصين نفسها، ودلوقتي هي اكبر اقتصاد في العالم. اتمنى تكون الفكره وضحت، وبعتذر عن الاطاله، و ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، اشتركوا ونورونا وشرفونا في قناتنا. ولو مشتركين ما تنسوش دعمونا باللايك والشير، اللايك والشير يا جماعة على طول بنقوم في فيديوهاتنا. اللايك والشير ممكن حضرتك بتكسبهم حسنات، بان انت وانت قاعد بضغطة اللايك او بالشير
بتخلي انت وغيرك من الناس اللي بيضغطوا شير ولايك كده، كتر الشير وكتر اللايك بيؤدي يخلي الفيديو بيطفو في محركات البحث، بيتلاقى بسرعة للناس اللي هي ما بتعرفش تلاقي الفيديوهات، وبتدعي لك وبتاخد حسنات حضرتك مقابل اللايك والشير دولت. ما تنسوش ايضا تضغطوا زر الجرس او الاختيار اول او الكل عشان يصلكوا كل جديد. بعتذر مرة اخرى عن الاطالة، وكمان احنا الحمد لله معلش الفترة اللي فاتت كنا منشغلين، يعني كان عندنا يعني ضغوطات وكان عندنا شغل اساسا معطلنا عن الاجابة على تساؤلات حضراتكم وعن يعني المشاكل اللي كانت مقابلاكم، الناس كانت بتسأل. الحمد لله بدأنا الحمد لله بدأنا جاوبنا امبارح على حوالي نص الأسئلة دي، وهنجاوب ان شاء الله بكرة برضو على بقية الأسئلة التانية. اللي عنده اي سؤال يا جماعة اكتبوه ان شاء الله، واحنا هنحاول جدين الفترة اللي جاية ان شاء الله نحاول نرد اول بأول على الأسئلة اللي بتبقى متسابة في الكومنتات، وبنعتذر لو احنا تأخرنا على حضراتكم شوية. آسف مرة اخرى على الإطالة، كان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي، اشوفكم على خير.